إذا تابعنا وإياكم هذا العرض المميز لفستان الإمارات في سماء دبي في معرض دبي الدولي للطيران. هذا المعرض الذي تتكاتف الجهود على مستوى إمارات الدولة المختلفة لإنجاح هذا الحدث الذي يعد مفخرة إماراتية لما يحمله من إنجازات وطنية وعالمية لها مكانتها في قطاع الطيران العالمي. للحديث أكثر عن المشاركة والحضور الوطني يسعدنا ويشرفنا أن نستضيف معنا في الاستوديو الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة. أهلا وسهلا فيك. أهلا معنا وسهلا فيكم. شرفتنا. حضور مميز دوما لمختلف القطاعات التي تتضافر الجهود المحلية فيها لإنجاح حدث معرض دبي الدولي للطيران. ماذا يمثل لكم هذا الحدث؟ ما في شك معرض دبي للطيران يعتبر الأكبر والأهم ليس في منطقة الإقليمية بل في العالم أجمع. معرض الطيران هي منصة لالتقاء أصحاب وصناع القرار وأصحاب الشركات والابتكارات في قطاع الطيران المدني في معرض دبي للطيران. هذا المعرض الذي يلتقي فيه الوفود المشاركة من جميع دول العالم وحرصهم على تواجد شركاتهم أو تواجد وفودهم في هذا المعرض لأهميته لوجود حجم كبير من أصحاب الاختصاص في قطاع الطيران المدني إن كان مدني أو عسكري في هذا المعرض. وما شاهدته خلال تجولي في المعرض حرص الشركات الناشئة الأسميز كذلك أصحاب الابتكارات تواجدهم في هذا المعرض لأهمية هذه المنصة العالمية لتطور قطاع الطيران المدني وكذلك تواجد خلف شركاتهم الوطنية أو الدولية لدعم هذا القطاع في دولهم في معرض دبي للطيران. نعم. مشاركة كبيرة نلاحظ نموه دورة بعد دورة وهذا شرف كبير لقطاع الطيران المدني في دولة الإمارات العربية. نعم. المتحدة. عندما نتحدث عن ابتكارات وتكنولوجيا وكل ما هو جديد في عالم الطيران يعني علينا أن نشير بأن دولة الإمارات ليس فقط تستعرض ما هو جديد وإنما تبتكر وإنما أيضا تأخذ من هذه الابتكارات نموذجا وتستفيد من كل ما هو جديد، لا بل هي دائما سباقة في اختبار كل ما هو جديد في المجالات المختلفة. فكيف تستفيد القطاعات المختلفة خاصة الصناعات المحلية في مجال الطيران من خلال تواجد كل هذه الخبرات في هذه الأيام في أرض الدولة؟ ما في شك اليوم دولة الإمارات سوف تحتضن مؤتمر الأطراف. نعم. المناخي COP28 ومن ضمن أجندة معرض دبي الطيران هي مناقشة الوقود الصديق للبيئة، وهذا يعزز دور ومكانة إمارة دبي ودولة الإمارات ضمن دول العالم في صنع استراتيجيات جديدة للوقود الصديق للبيئة. نعم. كذلك دخول شركات مثل ما ذكرت جديدة في نضرب مثال شركات الدرونز والشركات التكنولوجية في دعم الطائرات الحديثة، وشهدنا بالأمس طيران الإمارات وفلاي دبي أعلنت عن شراء طائرات جديدة وإضافة لأسطولها. هناك رؤية واضحة ورؤية ثاقبة لتطوير هذا القطاع، وتواجد الشركات مع أصحاب الابتكارات في هذا يدعم دور القيادة الرشيدة في تطوير هذا القطاع اللي يعتبر استراتيجي ومهم لصنع خريطة طويلة المدى لتطور قطاع الطيران المدني ليس فقط في دبي والإمارات بل في جميع أنحاء العالم. نعم. سؤال أخير، سمعة الإمارات ودبي وصلت إلى العالمية، قطاع الطيران بما أنك ذكرت طيران الإمارات تحديدا، الطيران المحلي أيضا ساهم في إيصال اسم الإمارات إلى دول العالم، حدثنا عن هذه الخاصية. ما في شك أنا إذا تكلمت عن إنجازات دولة الإمارات وخاصة دبي في هذا العام، بداية هذا العام شهدنا صفقات بالمليارات، شهدنا شركات ناشئة بدت في مدينة محمد بن راشد للطيران، شهدنا افتتاح مطار أبو ظبي الدولي، شهدنا شركات تواصلنا في المعرض وتواجدها لأول مرة في هذا المعرض. طبعا المعرض مهم جدا لالتقاء أصحاب صناع القرار والشركات
والصفقات الذي أنجزت. هذا المعرض يعتبر من أكبر المعارض والكل يقصده لأهميته وما هو جديد في قطاع الطيران المدني سيجده في معرض دبي للطيران. نعم جميل جدا، نتمنى لكم التوفيق والنجاح لمختلف الجهات المحلية كذلك لمعرض دبي للطيران. شكرا لحضورك معنا الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة، شكرا لوجودك شكرا معنا. لكم ونتمنى لكم التوفيق والنجاح دائما. شكرا لك. شكرا, شكرا.